حال ما فينا نعمل سياحة بطرابلس بأقل تكلفة ممكنة. قمت بجولة مجانية مع مبادرة لازم تشوف لبنان بطرابلس. أول نقطة إلنا كانت جامع طينال يلي بيعود بناؤه للعهد المملوكي سنة 1336 ميلادي. من بعدها رحنا على المسجد المنصور الكبير وهو من أقدم الجوامع بطرابلس، واكتشفت إنه في 4 مدارس دينية حوالي. هون الحمام النوري يلي هو من أجمل الحمامات وللأسف مهمل، والحلو إنه فيكن تاخدوا صور بتعقد مثل هاي. وأكيد ما بيحلى المشوار بلا الأكل الشعبي، واخترنا المطعم الدنون وجبت فتة وكان الصحن ب60 ألف. وطرابلس مشهورة بالصابون، لهيك زرنا أقدم مصبن وهي مصبن طعويضة من سنة 1870. ما فينا نختم الجولة إلا بالحلو لطرابلس عند الحداد حلاوة الشميسي، وكان سعر الصحن 28 ألف. فيكن تقولوا أنه عملت سياحة بمدينتي وما تكلفت كتير. وهي دي كانت جولتنا لليوم. خبروني بالكومنت إذا حابين تكونوا معنا بالجولة التانية. وهيك